السلام عليكم ورحمة الله. مع حضراتكم جيولوجي محمود عباس، صاحب ومدير شركة جيوسيفيك للهندسة الجيوتقنية والأساسات. أنا اتخرجت سنة 87 وجامعة القاهرة، طبعا قسم الجيولوجيا. اشتغلت في المجال الاستشارات الهندسية، وعلى وجه الخصوص الهندسة الجيوتقنية أو ميكانيكا التربة والأساسات. في الحقيقة أنا خدت مجالي كله، اشتغلته مع مكتب استشاري اسمه جيوتيست لمدة سنة، وانتقلت إلى مركز الشارات الهندسية، مكتب الدكتور شريف خوريبي، مركز الشارات الهندسية برضه في مجال الهندسة الجيوتقنية. واشتغلت مع شركات أجنبية، واشتغلت مع مكتب اسمه رويال هاسكونينج في منطقة شرق التفريعة في ميناء شرق بورسعيد. اشتغلت مع مكتب بيسر، واشتغلت مع مكتب هالكرو ورويال هاسكونينج، دي مكتب مكاتب إنجليزية. انا كنت سينيور جيوتكنيكال انجينير ومدير موقع في الاشراف على تنفيذ الاعمال الجيوتقنية في ميناء شرق التفريعة وميناء السخنة، واشتغلت في مشاريع اخرى كتير. وفيها في هذه الاثناء ان انا كنت فاتح مكتبي اللي هو جيوسيفيك، اشتغلت مع مشاريع كتيرة. اشتغلت في مصانع حديد وصلب كتنفيذ، في مواني، في محطات كهرباء، في محطات باور توليد، محطات سب ستيشن، محولات، محطات محولات كهرباء، يعني في مجال الريزورتس في الساحل الشمالي وفي شرم الشيخ وفي الغردقة اللي هي المنتجعات السياحية، برضو بغرض ان احنا اثناء التنفيذ هذه المشروعات. عملت كمهندس ريزيدنت انجينير في هذه المشاريع في تخصصي اللي هو الايرث وورك اند كواليتي كنترول اوف كونكريت او الماتيريال. هعرف ده تعريفي او السي في بتاعي كبيره، انا مش هقدر اقول لكم على المشاريع يعني كتيره جدا. فحضراتكم نتكلم، نخش في موضوع جيوتكنيكال انجينيرنج او الانجينيرنج جيولوجي اللي هو العنوان بتاعنا ديفينيشن ثيوريز اند ابلكيشن. الجيوتكنيكال انجينيرنج انا بعتبر هي والانجينيرنج جيولوجي لا ينفصلان، بس لازم نقول الحقيقه ان جيوتكنيكال انجينيرنج ات از ا برانش اوف سيفل انجينير، يعني هي فرع من فروع الهندسه المدنيه، وهذا الفرع بيهتم بالابحاث الجيوتقنيه وميكانيكا التربه بغرض ان انا اعمل تقرير جيوتقني لتحديد الاساسات المثلى وعمق التاسيس وتحديد الجهد الامن للتربه للمنشآت. المنشآت على فكرة يعني فرايتي كتير، اما منشآت صناعية، اما محطات كهرباء، اما كباري، مواني، طرق، مطارات. جميع هذه المنشآت او اي نوع من المنشآت، عمارات، اسكان مدن جديدة، لازم يتعمل لها ابحاث جيوتقنية. وعشان نعمل الابحاث الجيوتقنية دي لازم يبقى فيه جيولوجي وفيه مهندس مدني، الاثنين بيكملوا بعض. المهندس المدني ده راجل عارف انشاءات، والجيولوجي ده راجل عارف جيولوجيا تحت سطحيه وجيولوجيا سطحيه، وده شغله. فمجال الجيوتكنيكال انجينيرنج ابحاث كتيره وتجارب كتيره ومعرفه كبيره، ولازم يكون الجيولوجي اللي هيشتغل
حابب الموضوع من اصله، يعني لازم يكون من في الاساس حابب انه يشتغل في هذا المجال. لو هو هيشتغل في هذا المجال لازم يعرف ايه علاقه الهندسه الجيوتكنيكال او الجيوتكنيكال انجينيرنج والانجينيرنج جيولوجي، هما في الاخر خالص هتلاقيهم حاجه واحده. بس الهندسه الجيوتكنيه يعني لازم الراجل اللي هيشتغل فيها يعرف شويه مدني او شويه هندسه مدنيه او انشاءات او يعني اساسيات، انواع الاساسيات، ظروف كل موقع، طبيعه المنشا، الارتفاعات بتاعت المنشا، الاحمال اللي جايه. فدي كلها حاجات هيتعلمها مع الزمن، وهو لما يبقى في كومبينيشن بينه وبين الراجل اللي هو المهندس المدني يبقى الاثنين هيساعدوا بعض، وده هياخد شويه من ده وده هياخد شويه من ده، بحيث ان هما الاثنين بيكملوا بعض. العلوم المرتبطه بالهندسه الجيوتقنيه او الانجينيرنج جيولوجي لازم اكون دارس جيولوجيا كويس، يعني عشان اشتغل انا از انجينيرنج جيولوجيست او جيوتكنيكال جيولوجيست، مسميات ما تفرقش معانا كتير، يعني اكون فاهم جيولوجيا صح، او اكون انا يعني انا عندي باك جراوند في الجيولوجيا مظبوط، يعني حاجه تكون ان انا لما اجي اشتغل، انت درست جيولوجيا فلازم تكون عارف صخور رسوبيه عشان التصنيف بتاع العينات وهي طالعه من الكورنج اثناء السامبلنج بتاع الجسات، لازم اكون عارف صخور ناريه، لازم اكون عارف صخور متحوله، لانه لما بيطلع صخر المفروض سعادتك اللي هتصنف هذا الصخر وهتقول للراجل ده اسمه الصخر الفلاني. يعني جيت انا شغال في كورنج طلع لايم ستون بقول لايم ستون، طلع مرض بقول مرض، طلع ساند ستون بقول ساند ستون، طلع جري ويكس، طلع ده بالنسبه للصخور الرسوبيه، شيل، ماسيف كلاي، كلاي ستون، يعني ساند او كلاي او سيمنتد ساند او سيمنتد سويل، ده بالنسبه للصخور الرسوبيه. الصخور الناريه طبعا لما يطلع الشيست والناي، بالنسبه للصخور المتحوله قصدي، يطلع الشيست والنايس والصخور المتحوله يبقى لازم حضرتك تقول لنا ده ايه. الصخور الناريه برضو انا شغال في جرانيت ولا بازلت ولا دايرايت، يعني ده لازم يكون انا جيولوجي فاهم علم البترولوجي، علم الصخور بانواعها صح، واكون عارف اصنف العينه، علشان ده هيفرق كتير في كتابه التقرير. اكون عارف يعني روك ميكانكس، بعض الجامعات كانت بتدي برنامج روك ميكانكس وسويل ميكانكس، واعرف ستريس وسترين وكومبريشن وتنشن وايه التشينج اوف فوليوم تحت الاحمال، وايه التراي اكسل الكومبريشن واللاترال فورس والتنسايل والتورك، كل الحاجات ديت مصطلحات هتمر عليك اثناء الشغل. فلو انت درست روك ميكانكس او سول ميكانكس وتعرف يعني ايه سيتلمنت، وتعرف يعني ايه كومباكشن، تعرف يعني ايه كونسوليديشن، كل ده هتحتاجه في الشغل الجيوتكنيكال انجينيرنج او الانجينيرنج جيولوجي. لو انت طبعا هتشتغل هتتعرض في 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 الريجونال برو، يعني في مشاريع قوميه، بدرس مدينه سكنيه لسه هتتعمل فبعملها دراسات بلان ماستر على المنطقه، فلازم ادرس بقى مطلوب دراسات جيولوجيه وجيوفيزيائيه وجيومورفولوجي، فلازم تكون الجيولوجي عنده اري جيومورفولوجي صح، التشكلات السطحيه، يعني انت هتسمع في الجيوتكنيكال انجينيرنج يعني ايه لاند سلايد، ويعني ايه روك ديبريس، ويعني ايه الكريب اوف سويل، ويعني ايه التشكيلات اللي هي جيومورفولوجيه لازم اصنفها كويس، الدرينج عشان لما باجي اشتغل ببقى لازم الدرينج والسيول ومجال السيول، علشان لما هاجي اعمل مدينه احدد هذه الدراسات السيول واعرف اعمل تحويض مجرى السيل عشان ما يضرليش بالمنشآت اللي هتيجي او المدينه او معاد الكهرباء او اي مشروع. انا هشتغل في وادي ولا فوق تبه، اعرف الاستابيليتي اوف سلوب، اعرف الانهيارات الصخريه، كل ديت مصطلحات حضرتك لازم تكون عارفها او دراسات تكون عارفها كويس. الهيدروجيولوجي طبعا احنا عندنا لما نشتغل في الانجينيرنج بروجكتس فالدراسات الجيوتقنيه لازم يتعرض
وانا بعمل جسات اثناء الحفر، جسات سامبلينج، يبقى لازم احدد منسوب المياه الجوفيه في الحفر او في البور هول نفسه. بحدده وانسلي وبعد 24 ساعه وبرصد منسوب المياه الجوفيه. لازم اعرف هيدرولوجي كويس، دي مياه سطحيه ولا مياه جوفيه. طب انا عندي نسح جوفي اللي هو الدي ووترنج، وانا بكتب التقرير، طب لا المياه منسوبها بعيد، مش هلحق ان انا المياه الجوفيه، فبالتالي الاساسات هتقف فوق. طب لو المياه عاليه يبقى هعمل ايه؟ حسابات الدي ووترنج والتشارج والديستشارج والنيت فلو، وهل النيل او النهر او الترعه هو اللي فيدنج الجراوند ووتر، ولا الجراوند ووتر هتعمل فيدنج للنهر او الترعه، المجاري المائيه اللي هي المجاوره للمشروع. لازم ابقى فاهم هيدروجيولوجي. لو وانت بتشتغل في اول حاجه في المجال ده، فاول انت اول واحد كجيولوجي بتنزل الموقع، فلازم اعرف مساحه، بستلم حدايد المشروع، يعني اعرف يعني ايه ترافيرس، واقفل الترافيرس ازاي، ولما اجي احقق الترافيرس يبقى لازم اكون عندي فكره عن اللوكال كوردينيت اللي هي الاحداثيات المحليه، او اليو تي ام اللي هي الاحداثيات العالميه، ان ممكن توقع موقع ما يقفلش معاك، تفاجئ ان هم انت عامل مستلم محطات احداثيات محليه واللوحه اللي معاك احداثيات محليه، فلازم يحصل كوركشن، فيعرف يعني ايه يو تي ام اللي هو اليونيفرسال سيستم اللي هو الاحداثيات العالميه اللي هي عن طريق الامر الاعمار الصناعيه، او احداثيات لوكال كوردينيت اكس واي. لازم اعرف برضو شو المساحه كويس، ان يعني ايه اليفيجن، يعني ايه اخد اليفيجن عالي وواطي في الارض عشان اعمل توبوجرافيك ماب، عشان في الاخر اتصور الدنيا كلها عامله ازاي في الارض اللي انا هستلمها وقامت المشروع عليها، فين العالي وفين الواطي، لان ساعات هيبقى فيه قطع وفيه ردم وهيبقى فيه شرب عندي بمشي منه، وداتم لاين لازم انسب نفسي منه، هنزل من اني نقطه، طب انا هشيل قد ايه كميات، طب انا هردم قد ايه كميات. فلازم تكون عارف مساحه سعادتك كويس، وتتعمل توبوغرافيك ماب وتتعمل كونتور ماب قبل كل حاجه. يعني الراجل بتاع المساحه وانت معاه اول ما بينزل بيحط الحدايد ويعمل ترافيرس، بيعمل حاجه اسمها ميزانيه شبكيه، اللي هو بياخد للاليفيشن بتاع الارض وعالي وواطي فين، ويديني كونتورنج ماب، ببدا اوزع عليه البور هولز او مناطق الجسات اللي انا اجيب مكنه الحفر وتعمل لي سامبلنج. فلما بوقع الجسه مكانها يبقى مديني الاليفيشن بتاعها، لان لو انا شغال من نقطه كذا زائد او نقطه كذا ناقص، او انا شغال في الجسه دي 30 متر او 40 متر مثلا اللي هو البورنج نفسه، فانا واخدها من اني ليفل. فده مهم جدا تكون حضرتك عارف مساحه، وتكون لك درايه بهذه التخصص. الجيولوجي عامه هتفيدك، الاستراكشر جيولوجي، يعني انا هشتغل في منطقه فيها فولت وفيها فولدنج، وده ممكن يعمل لي مشاكل في التاسيس، ده ممكن اسس على مستوى سطح، او فيها فولدنج برضو اللي هو الطيات، بعمل تانيلنج تحت الارض، فلازم ادرس الجيولوجيا التركيبيه للمنطقه او الاستراكشر جيولوجي للمنطقه علشان احدد ايه التراكيب الجيولوجيه اللي موجوده اللي ممكن تعمل لي مشاكل مستقبلا. ممكن اغير المكان لان دوت هيضر بالمنشا، سواء تانلنج اللي هو الانفاق او كباري او عدايات صرف عملاقه بتاعت صرف صحي، بعمل منشا زي السدود. طبعا لازم يتعمل دراسات جيولوجيه وجيوفيزيائيه مستفيضه، فدور الجيولوجي هنا مهم جدا في جيولوجيا الهندسه الجيوتقنيه او الهندسه الجيولوجيه. لازم الراجل يكون متمكن، الراجل يكون عاري، الراجل يكون عنده درايه بالتصنيفات، الراجل يكون عنده خبره كبيره قوي في مجال الجيولوجيا بجميع اعواله بجميع الاعمال اللي فيها. مجالات العمل في الجيوتكنيكال، في جيوتكنيكال انجينيرنج او الانجينير جيولوجي موجوده، موجوده في شركات، موجود في شركات مقاولات بيحتاج جيولوجيين عشان يبقى عنده اعمال اختبارات تربه وايرث وورك،
في شركة مكاتب استشارية بيبقى عايزك انت كجيولوجي في في مجال الهندسة الجيولوجية او الجيوتكنيكال انجينيرينج. في يعني بعض المشاريع بيحتاج ان حد بيكون مقيم في معامل محتاجة جيولوجيين. في الاونة الاخيرة بقى الجيولوجي محتاج يعني او محتاجينه ان هو اللي فاهم جيولوجيا. هو المهندس المدني درس كورس صغير كده وبعدين بكل كل اهتمامه بالتنفيذ. ففي استشاري جيوتكنيكال بيبقى عامل ماجستير ودكتوراه او مر عليه 15 سنه خبره فخد استشاري. فسعادتك ليك اهميه في هذا المجال وسعادتك هتبدع فيه لانه المجال مجالك والدراسه بتاعتك ومجالات العمل موجوده. احنا قلنا المنشآت كتيرة، منشآت صناعية ولا منشآت محطات كهرباء ولا مطارات ولا مواني طرق. الطرق ده مجال تاني، موال تاني، يعني محتاج جيولوجي، محتاج جيولوجي في موضوع الطرق، يعني كهندسة طرق من الاختبارات ومساحة وتصنيف عينات وعمل ايرث وورك. ففي ناس كانت شغاله في مجال الطرق في مقاولون العرب او شركات المقاولات الكبيره جيولوجيين وابدعوا في هذا الفرع وكانوا ليهم نصيب ان هم يعني يعملوا شغل كويس في المعامل وفي المواقع. فحضرتك مبدئيا الجيوتكنيكال انجينيرنج محتاجين جيولوجي باصرار. هو الراجل اللي هو الشغل بتاعه لما تيجي تستلم منطقه حضرتك، حضرتك هتنزل تعمل سايت انفستيجيشن جيولوجيكال سيرفي، هتشوف المنطقه الاول وتشوف التكوينات اللي فيها. لازم تكون عارف جيولوجيا مصر كويس عشان انت اللي حضرتك المكان فين اللي هروحه يبقى انت عندك تخيل او عندك خبره او عندك سابقه معرفه بان انت هتروح تشتغل في لايم ستون ولا ساند ستون ولا هتشتغل في عندك مثلا لو انت هتشتغل في سينا فانت عارف في البيزمنت روك مثلا في جنوب سينا وفي البحر الاحمر، عارف يعني ايه جرانيت، عارف يعني ايه بازلت، عارف يعني دايورايت، عارف يعني تصنف عينه تطلع الكور الريكفري بتاعه ايه وتقيس الريكفري وتشوف ايه الانتربريتيشن. يعني زي محطه كهرباء سمالوط زمان لما نزل لقينا الريكفري بتاع العينات الصخريه اللي هي اللبيه الصناعيه قليل، فطلبنا نعمل بحاجه اسمها بريشر تيست وطلبنا نعمل حاجه جيوفيزيكال لان توقعنا ان في كافرنس لايم ستون اللي هو الكارست. وفعلا لما حفروا لقوا في تكهفات في التشوكي لايم ستون اللي موجود في سمالوط وعملوا البريكوجن الاحتياطات علشان منشا المحطه دوت. وكانت المحطه بين جبلين، فبالتالي كان الكفر او التوب سويل كانت عباره عن ساند ورمل وتحت اللايم ستون على طول 50 60 سنتي. يبقى اذا في منطقه سيول ممكن السيول دي تنشط في اي لحظه تشيل المحطه بما عليها، فلازم نعمل تحويل مجرى السيل. فحضرتك مهم جدا وليك عازه وليك طلب على الشغل في المجال دوت. وان شاء الله باذن الله هنكمل في السلايد اللي بعد كده هنعرف ايه المجالات اللي هنشتغل فيها وايه دور سعادتك كمبدع وكجيولوجي او انجينيرنج جيولوجيست. هتعمل شغلك المطلوب ومع الوقت هيكون ليك خبره وهيكون ليك سعر وهتبقى مكمل للمهندس المدني والمهندس المدني مكمل ليك وانتوا الاثنين لا تنفصلان. واتمنى التوفيق لكم و معاكم في السلايد اللي بعد كده. حضراتكم لو بصينا للوحه دي هنعرف ايه طبيعه العمل الجيولوجي الهندسي او الانجينيرنج جيولوجيست هيعمل ايه او ايه الحاجات اللي هي اللي هو هيهتم بيها. فمثلا لو قسمنا عندنا جزء العالمين الهازارد مثلا او الحد من المخاطر او تحديد المخاطر، يعني ايه احد من المخاطر؟ لان لما باجي اعمل اي منشآت او اي طرق او بحتاج الاتي: ان انا بتعقب استقرار المنحدرات او استقرار الانفاق، السبخه اللي هي التربه الضعيفه، طبعا كلنا عارفين يعني ايه سبخه دي فورميشن او سبخه ديبوزيت، مشاكلها في الهبوط
ومشاكلها في التآكل بالنسبة للأساسات، برضو بالنسبة لموضوع المياه، الهبوط، الانهيار، في طبعا عندنا سيتلمنت وفي كولابسنج وفي حاجة اسمها سويلنج، هنعرف الحاجات ديت في اللوحة التانية إن شاء الله أو في السلايد قدام. لازم تكون عارف الكثبان الرملية وحركتها، الطرق الجبلية، بدرس استقرار المنحدرات، بالنسبة للأبنية الاهتزازات برضو لازم أكون عارف يعني دايناميك لود، ولازم أعرف يعني إيه ديد لود، ولازم أعرف اللي هو اللايف لود عشان أحدد الأساسات المثلى. في أساسات، أنواع الأساسات، في أساسات ضحلة وفي أساسات عميقة. كل دوت هيهمني إن أنا وأنا بعمل دراسات جيولوجية أو دراسات هندسة جيوتكنيكية ببقى عارف، لازم اعرف ان انا ليه بعمل ده او ليه بعمل الحاجات دي، علشان ان انا احد من مخاطر لما بعد ما اعمل المنشأ. في الجزء ده مثلا الاكتشاف او التقييم، الجزء اللي في النص اللي بيهمني هنا بالنسبه لمجال الجيولوجيا الهندسيه او الجيوتكنيكال انجينيرنج او في العمل كجيولوجي في مجال الهندسه، مثلا مواد البناء لازم تبقى عارف جدا المكونات، مواد البناء مثلا زي الخرسانة اللي انا هستخدمها في اعمال التشييد. طبعا انت كجيولوجي انت احسن واحد هتعرف الرمل وانواعه ومكوناته والشوائب اللي فيه و عشان استخدمها في الماتيريال بتاعت الخرسانة، الاسمنت مكوناته، الركام اللي هو فيه اذا كان دولومايت او بازلت او الجرافيل اللي هو مثلا في التشيرت، النوعية والكمية. انت احسن واحد كجيولوجي هتشتغل في مواد البناء وهتعرف تصنف وتعرف تعمل الاختبارات وتستخدم اجود حاجة علشان اطلع اجود منتج من الخرسانة. ده انت مجالك كجيولوجي في هذا المجال. برضو حكاية الاكتشاف والتقييم، مصادر المياه الجوفية، مصادر المياه الجوفية وانت بتعمل الدراسات الجيوتقنية لازم اعرف في مصدر المياه الجوفية، ولازم اعرف قلنا قبل كده ان هي مياه سطحية او مياه جوفية، او عندي ديت المياه الجوفية ديت بتتغذى من الانهار او الانهار هي اللي بتغذي المياه الجوفية، وعارف يعني ايه هيدرولوجي كويس. ده دورك انت كجيولوجي، ده في الاكتشاف والتقييم. بالنسبة لفحص المواقع الارضية، الجزء اللي على الشمال خالص، فاحنا عندنا علم الارض والهندسه، انت بتاع علم الارض طبعا، قلنا قبل كده انت اللي بتحدد نوع التربه كجيولوجي ونوع او نوع الصخر وسمك التربه ديت اللي هتقاس عليها وسمك الصخر ومستوى المياه الجوفيه، وبتعرف تصنف وتعمل قطاع جيولوجي كويس بنسميه السويل لوج او الروك لوج، اللي هو انت في الاخر خالص هنقرا منه وهنعمل كورليشن وهتعمل كروس سيكشن عشان تشوف طبيعه الارض اللي انت هتقيم عليها المنشأ. وفي الاخر خالص بنقدم الداتا دي كلها انت كجيولوجي للمهندس المدني اللي هو بيبدأ بعد كده يعمل التقرير بتاعه او بيستعين بيك في الاستكشاف دوت، فانت بتكون محضر لكل حاجة بناء على العلم بتاعك والخبرة بتاعتك كجيولوجي في هذا المجال. ونكمل في السلايد التانية ان شاء الله. في السلايد دي طبعا المشاريع الكبيرة جدا اللي هي من ضمن المشاريع الكبيرة، المشاريع الهندسية الكبيرة، السدود. والسدود ديت من المشاريع الجبارة او المشاريع المهمة جدا في الهندسة المدنية، واللي ليها احمال كبيرة وليها لاترال فورس وكمبريشن، وطبعا بيبقى فيها حسابات كبيرة جدا. فبرضو عشان اعمل السدود لازم اختار المكان المناسب، والمكان المناسب دوت بيبقى ليه طبيعة جيولوجية ويبقى ليه تكوينات جيولوجية ويبقى فيه ستراكشر ويبقى فيه حاجات مهمة جدا علشان طبيعة المنشأ ده، عشان لما اجي اعمل الدراسة الجيوتقنية او الدراسات الجيولوجية الهندسية يبقى بقدم التقرير بتاعي عشان اتلافى الخطأ واتلافى المشاكل اللي هتقابلني بعد كده في تنفيذ هذا السد. وطبعا احنا لسه احنا موضوعنا اللي هو متداول موضوع سد النهضة واختياره والمكان بتاعه، وطبعا الكلام عليه كتير وطبيعة المكان هناك. فالسدود ديت منشآت جبارة
بتعمل عليها دراسات جيولوجيه كبيره جدا من مكاتب استشاريه كبيره، وبيبقى طبعا بالاستعانه بالاستاف الجيولوجيين مسح كبير جدا للمنطقه، بتعمل كل الدراسات الجيولوجيه الممكنه المتاحه. لازم تعمل دراسه جيولوجيه كبيره جدا قبل الاقدام على اختيار السد ومكان السد في المنطقه اللي هتعمل فيها السد ده هوت. وطبعا دورك مهم جدا انت كجيولوجي، ومن المنشآت زي ما بقول اللي هي خطيره جدا. وتحت كده في بس الاكسبريشن لتعريف الانجينيرنج جيولوجي ومهمته ايه. فعندنا الانجينيرنج جيولوجي از ابلكيشن اوف ذا جيولوجيكال ساينس تو انجينيرنج براكتس. فالانجينيرنج جيولوجيست انفستيجيت اند بروفايد جيولوجيكال اند جيوتكنيكال ريكومنديشنز اناليسيس اند ديزاين اسوشيتد ويز هيومن ديفلوبمنت. ده تعريف لدور الانجينير جيولوجيست في مجال العمل في الهندسه المدنيه او الهندسه الانشائيه او اقامه السدود او اقامه المشروعات العملاقه. نكمل ان شاء الله في السلايد الثانيه. في السلايد ديت بيبان طبعا احنا في المارين او في منشآت بتبقى بحريه او منشآت نهريه، او بالنسبه للحاجات اللي هي مثلا زي بتاعه الري بتتعمل قناطر او بتتعمل هوائس، في حاجه اسمها الهويس، او طبعا بتبقى جسات بحريه مهمه جدا سواء في الانهار او ان انا مثلا في المارين وورك بيبقى في حتى البلاتفورم اللي هي بتاعه البترول اللي بتحط عليها الحفار او المصر لازم اعمل لها دراسه جيوتكنيكيه، لان السبورتنج او الجاكينج او الحاجات اللي هترسع في قاع البحر اللي هو هيبقى عليه البلاتفورم بتاعه البترول اللي هو بيبقى في الاوبن مارين او في الاوفشور، لازم اعمل دراسات جيوتقنيه الاول، لان انا هنزل في ايه والحاجات دي ريستد اوفر ايه، يعني الاساسات اللي هي بتبقى بتاعت البلاتفورم نفسها. فقبل ما بعمل بلاتفورم في الاوبن مارين او في الاوفشور لمجال حفر البترول، فلازم اعمل دراسات جيوتقنيه الاول علشان استشاري الهندسه الجيوتقنيه او الهندسه الجيولوجيه يطلع لي ريبورت ان انا هنزل ازاي في قاع البحر، او هعمل السبورتنج بتاعي فين، وهيبقى هيرسى في انهي حته في تحت قاع البحر، ويتعمل عليه الحسابات كلها بالنسبه لل طبعا عمق المياه واللي هو بنسميه البيثيمتريك، وبعدين تتعمل الدراسات الجيولوجيه بعد كده هو بناء على الاعماق اللي هي تحت قاع البحر، علشان ان انا احدد الاساسات المثلى او ان انا احصل بنتريشن تحت قاع البحر قد ايه اللي يخلي لي البلاتفورم دي ثابته وما تعمليش مشاكل بعد كده، لان يعني عندي فورسز كتيره قوي، عندي الامواج وحركه المياه وعندي الرياح وعندي مشاكل هندسيه كتيره جدا لازم اعمل حساباتها الاول قبل ما اعمل البلاتفورم. فالغرض من السلايد دي ان بقول لك في جسات بحريه اللي هي المارين وورك، في جسات بحريه او في دراسات جيوتقنيه بحريه غير الدراسات الجيوتقنيه اللي هي اللي على الارض. فده برضو من ضمن المجال او المجالات اللي هي بتاعت الهندسه الجيوتقنيه اللي هي جيوتكنيكال اوف مارين، او اللي انا بعمل اي منشآت بحريه بتبقى في المياه بتعمل لها دراسات جيوتقنيه، بستعين بجيولوجيين وبخبراتهم في الدراسات التحت السطحيه لاعداد التقرير الفني للاساسات المثلى في المنشا او طبيعه المنشا اللي انا هعمله. فده برضو من ضمن الحاجات اللي انا عايز الفت النظر ليها، زي ما في منشآت ارضيه في المنشآت البحريه برضو او المنشآت اللي بتبقى في المياه. طبعا في مواني برضو بعمل لها نفس الشيء، بعمل لها مارين وورك، كلمه مارين وورك يعني جيوتكنيكال مارين وورك. ف برضو بتيجي مكن الجسات، وهنشوف برضو في السلايدز اللي بعد كده ايه هي مكن الجسات وشكلها ايه واللي بتعمل لي سامبلنج، وايه التجارب بعد كده اللي هتتعمل في النهايه عشان اعد تقرير جيوتكنيكال.